وقالت نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المطلب الرئيسي الذي تم التوافق عليه في الحوار الوطني هو إنشاء مفوضية ضد التمييز العنصري. وأضافت نيفين مسعد أن مصر تلتزم بكافة الاتفاقيات المكافحة للتمييز العنصري. هو المطلب الرئيسي اللي كان يعني اتفق عليه الغالبية الساحقة من المشاركين هو المطلب الخاص بتفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة 53 في الدستور اللي هو الخاص بإنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، لأنه طبعا دستور صادر من 2014 فمدى زمني طويل. يعني طبعا مصر كان عندها استحقاقات كتير ومرت بمرحلة صعبة طويلة، لكن أما وإننا بنتكلم على حوار وطني وفتح ملفات كتير يعني فموضوع مكافحة التمييز من ضمنها، فكان الاتجاه العام هو تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري ومقاومة بقى يعني الممارسات التمييزية بالدعوة لأنه يكون هناك في قانون بيغلظ العقوبة على مختلف أشكال التمييز، وتم تغطية طيف واسع جدا من التمييز، التمييز الديني واللغوي والعرقي بين رجل وامرأة وسياسي حتى أشير وجغرافي جهوي منطقة وأخرى.